عمو سامي عمو مي عمو سامي غرقني غرقنا عمو سامي جي 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 يلا جي. انت ما فيك ما تنق ما فيك تقعد عائل يا اختي خلص اكلنا بعرف اكلنا شو اكلنا بعد الاكل لازم نقعد عدد بعد الاكل بس عاد تخيل هدول هذا شمس هذا شنو مخبيتيهم ما شاء الله اكلت الاثنين ومخبيت ثالث هون لا والله عايزش لك وين حاططها هون لا هذا شنو ومخليانيت ماي ناحي بعد الاكل المفروض ما اكل شيء اخوكي هشام ابو زهر ليك هدول مين عمار ليك هدول التنتين ضراير لا مو ضراير يعني حذر شو يعني هي كانت حبيبته السابقه للاب هذا ايه يلي قاعده هنيك مع عيون الزرق ايه مو هي لا هي حبيبته حبيبتها ايه السابقة السابقة ايه بس ابوها فرق بيناتهم وهذا علي وبش قلبي هذا علي هذا علي ايه بش قلبي علي هي بتكون مرته هذا علي بتكون ابنهم وهي بتكون مرته هلا يعني الضراير هذول التنتين عادي ماما بيعرفوا انه هن ضراير بيعرفوا ايه بتعرف القصة اكيد ايوه علي بدي علي انا بدك مين علي 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 هلا بتشوفه يا مين هذا علي هذا علي ها هو زمان بتسمين حبيبي خلاص حاج تاكل بدي انحف سكر تمك مشان تنحف اكلكم انت اصلا شافوا شافوا الكيس الديربي كم واحد انا اليوم بس كبسه وبس ما كنت شيء شبك شو بك؟ غطيت عليكم شو عملتوا بغيابي؟ أنا من بعد ما أكلت ريحت شوي عم تابع المسلسل بدي أتخلص من المسلسل ما عارفة كيف كل ما بقول هي آخر حلقة برجع بحط الحلقة اللي بعدها بصير شي حماس آخر يعني هيك آخر الحلقة قبل ما تخلص صار إدمان حتى ماما حتى ماما تقلي لا تكري كثير متحمسة فمن مبارح سيدرا عم بتقلي بقيان خمس ست حلقات انا هلا صرت شايفة عشر حلقات مشتهية شي مشتهية اكل شي بس شي مثل شو ما بعرف بس ما تشوف ايه احذروا كان هاي اليوسف افندي الكرمنتينا كان حبة اكلت لحالي ستة يعني هذا الكبسة اللي سبقتها اليوم انتو انتو سيدرا نص وانا النص ايوه كان كتير طيب بلش المسلسل يوترني ها كتير معقدة الامور صايرة يعني لازم تنحل الامور بما انه هلا صرنا بأواخر المسلسل اول شكلي اي مع المطبخ يعني شوف شو بدي هيك دلع كبشي بما اني هيك دلعته بما فيه الكفاية بس بتعرفوا كل واحد لما يكون هارب عم تعمل مسلسل فبشتي ضلوا عم يأكل هيك اشياء سناكات اشياء طيبة اشياء لذيذة دقي له طيب يعني ولا يعني عقدتني مقفول عامل بما اني انا ما كتير صحبة مع التمر بس لما يكون متواجدة القشطة مع التمر فالطعم بيطلع خرافي نعمل هيك نعمل هيك بتجنن جربوها سلام ما اطيبه ما عم هلا انا التمر اكله حاله ما باكله هلا ممكن مره واحده اوكي برمضان بس مع القشطه ما عندي مشكله باكل بس ما يقدر يتنفس بدون ما بدي يكون لحالي بدي يكون جنبك وينك انت انا هلا بحاجه لك لحتى اكل كلياتنا بحاجه له هلا مو بس انت ما حدا بيقدر يعبي مطرحك سمعان نعم لكل مية بالشريحة لا
انه هو شو اللي صاير بالمسلسل، انه ثلاث اخوات شباب تمام، والثلاثه لاحقين رويا، يعني رويا بتحب علي، يعني طبعا حتى انا يعني انا وياها نفس الاحساس، حتى انا حبيت علي. وعلي شو بيكون؟ علي كثير قصته حزينه، وبنفس الوقت يعني بطل المسلسل، بنفس الوقت كثير المسلسل اكشن وحزين وحماس، يعني هيك بخربت المشاعر فيكم تقولوا. هاي بتبرع آسيا. مين؟ نقيت وحدة طرية هيك منلكة منيح منيح بالقصة. شوفوا شو عم سخن، شوفوا انه عادي كأنه الشرطة. حتى امي اخذ عقلها علي. هلا شو ما بعرف، هي انا وجبه بصراحه باكلها اليوم، بس اليوم ما شاء الله علي، ما شاء الله علي، انا بستغرب من حالي. شو رجعتي على الشغل؟ ناسلي هون شفعت علي واخيرا. وانت شو الوضع عندك؟ كل شيء تمام عن قريب. ماما راجع على شغلي. امي كلي فيكي تقولي بعد كم ساعه؟ كنت لا بعد بكره عم نطلع. ما فيني. كيف صحه؟ انا سمعت انه اشرف ترك كل شيء ليمان، تراجعت عن حصتك؟ عملنا اتفاق مع يمان علي، ناس ليهان ما بتعرفي، وهيك اولادي بياخذوا حصصهم كلها، واذا هن اخذوها كانه انا اخذت. رح بلش حياة جديدة. هلا انا حسابي هيك من افهم لك. حياة. هو مشان اخواتي. ما بدي غيرك. انت وبس شيخ. بلا. كثير كثير. يا الله الرجال قديش بيكذبوا. اذا انت. يا امي قديش يعني بالتمثيليات قصدي مو بالواقع. هيدا الكبسة اسمها؟ بتجنن الكبسة. يكون حامل. ايه احسن. بس ما بجيب اولاد. والله؟ لكن ليش تبنوا الولاد؟ مينها؟ جوفان. اوزجا ما تزعلي، بس لازم رد عليه، الموضوع طول كثير، لازم تحكوا بقى بالقصه. شوف ما بعرف يمكن حامل ما بعرف. شو القصه؟ يا جماعه والله ماما بتضحك. هي نحن ختمنا 115 حلقه تمام، هو المسلسل ما خلص، بس هلا شو صار انه كل يوم بصير بينزل حلقه، فعم نقول لماما انه خلص خلصوا الحلقات، ممكن بكره بينزل حلقه. قلت انا امي لزينرا قلت بحبشي دوري بركي بتلاقي شيء حلقه. لكي ماما هلا حزي شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ مش هنقطعها؟ نقطعها ثلاث ايام مشان نقدر بكره بنستنى بتنزل حلقه، هلا نزل حلقتين من الخائن، ننتقل على الخائن هلا بنغير. اكيد بعرف بس يعني بدي توحش. قلت لها بحبشي دوري بركي بتلاقي لك شي حلقه.